بالنسبة لل لونتام تاع الشامبيونات انا مركزين عليها ان شاء الله باذن الله معناها كابو ما يكون لانه عندها اهميه بالنسبه للفريق نتاعنا خاصه بعد الفتره الصعبه اللي مرينا بها ف يعني المباريات الاولى في البطوله ولو هي بطوله معناها نفس طويل لكن في اعتقادي اهميه قصوى النتائج في البدايه لانه حتى تعطينا يعني ثقه و انسجام بين المتدربين الكل في النادي من الاداره من الاحباء من الاعلاميين دونك ان شاء الله نكونوا جاهزين في بدايه هذا الموسم خاصه كوننا نخوض معناها المباراه في ملعب صعب لكن ربما تصير تطورات نتاع انتقالات ولا حاجه 24 لاعب خلينا معناها احتمال امكانيه كانوا يسقط لاعب يقعد لاعب فنشوفوا لكن ربما يسقط اسم واحد منهم اذا تصير تبادل مع فريق اخر او حاجه يطلب لاعب يطلب كذا نولي احنا نخلي الفضل نبقي لاعب منهم ما نعرفوش على فهمت شنو يعني ربما نسيب لاعب من وسط الميدان نتلازم باش نخلي لاعب من المجموعه هذه يعني احنا والساعات اللي اما القائمه ككل خلنا فيها 24 لاعب الحلقات المهمه معناها في المباريات وعندها تاثير معناها كبير على النتائج صحيح كونه هجوميا ما كانتش هنالك يعني نجاعه ودفاعيا نجم نقولوا هنالك معناتها مش لانه نخلو اهداف يعني ما فماش تركيز ربما الخصم يكون يعني عنده مهارات عنده فنيات عنده امكانيات افضل لكن عموما الملاحظه معناها قيمه وان شاء الله معناها بطبيعه فتره وجيزه من بدينا فيها العمل لكن من النقاط الهامه اللي ان شاء الله يعني نركز عليها حتى يتطور الاداء والمردود تاع الفريق سواء كان من ناحية الدفاعية من ناحية الهجومية في هذا المجال. 3 بوان إن شاء الله. الانتصار يجب الانتصار. والله ما نعرفش بلا خيارات المدرب أول ماتش ولا شيء. اللي زازي حاضر مع الكل كيف كيف مع كونكيرونس في الدراسي وإن شاء الله ليكيب تونا صفحة الكاف قدمنا أداء جيد في مباراة الجوال حضرنا بها معناها المونتاج تاع الشامبيون نعرفوا اللي باش لازم يكون امبورتون معناها المونتاج تاع الشامبيون امبورتون الشامبيون ككل توا صفحة جديدة وكيب جديدة وإن شاء الله يا رب نحاولوا نعملوا علينا في التيران نحاولوا نقدموا علينا وان شاء الله ماهيش في سيرو معناها في نقاط الفوز اللي في ملعب مرسى قاعد نخدم على روحي وربي في الوجود معناها قاعد نخدم على روحي العباد اللي تشك فيهم جوني الحمد لله قاعد بشوي بشوي راجع في امكانياتي بشوي بشوي راجع في الكونفونس